خلونا نذهب إلى أخبار أخرى. وكنا كلمناكم من الأسبوع الماضي عن حبيب العدلي وزير الداخلية الأسبق، وقلنا إن هو أين حبيب العدلي، وتقطعنا بعد كده. قال لك أنتوا بتعملوا إشاعات وبتروجوا مش عارفة إيه، وأنت تعرفي منين هو فين. قلت يا جماعة، رجعنا ورا كده وقلنا طيب نستنى ونسأل. يعني إحنا بنسأل سؤال إمبارح، قلنا لكم إن النيابة أصدرت بيان قالت فيها إنها طالبت الداخلية عدة مرات بالتوصل لمكان حبيب العدلي، والداخلية قالت لهم والله لم نتوصل لمكانه. ثم كان المحامي كان له تصريح انه حبيب العدلي هيروح النهارده المحكمه في سياره اسعاف. ما راحش. يعني ما راحش، رفضت المحكمه، والنهارده المحكمه رفضت الاستشكال المقدم من وزير الداخليه الاسبق لوقف الحكم الصادر ضده في 15 ابريل الماضي بالسجن 7 سنوات. طيب معي على الهاتف دكتور محمد الجندي، محامي وزير الداخليه الاسبق السيد حبيب العدلي. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟ حبيب العدلي ما راحش ليه المحكمة النهاردة؟ أولا حتى الصباح وحتى قبل الجلسة كان من المقرر أن يحضر اللواء حبيب العدلي مع سيارة الإسعاف رفقة الفريق الطبي المعالج له، إلا أنه قبل الجلسة بعدة دقائق فوجئت باتصال أنه لن يتم حضور حبيب العدلي، وكان هذا الاتصال من أشخاص مقربين بحبيب العدلي، فامتنعت عن الحضور جلسة الإشكال نظرا لأن القانون يوجب أن يحضر المتهم بنفسه في جلسة الإشكال، وحضر زميل آخر الذي تولى الدفاع عنه أصلا في هذه القضية وقضي بالسجن مع هذا الزميل، حضر بالإشكال النهاردة بموجب وكالة وتوكيل، والمحكمة رفضت حضوره وقضت برفض الإشكال لأنه يتعين أن يحضر المتهم بنفسه جلسة الإشكال. والزميل اللي حضر النهاردة ذكر أن حبيب العدلي منذ شهر يعالج في مستشفى وأنه لن يتمكن من الحضور، وبناء على هذا أخذت قرار من الآن أنه لن يتم الحديث عن اللواء حبيب العدلي نظرا لأنه لا يوجد ثمة اتصال بيني وبينه أو بين المقربين منه منذ الصباح الباكر، ولا اعلم اي شيء عنه او عن القضايا او عن ما هو. حضرتك مش محامية يا فندم؟ انا محامية يا فندم من سنة 2007، انا والدكتور عصام البطاوي. وحضرتك اللي موجود معاه في القضايا ولا في محامي اخر؟ والدكتور عصام البطاوي كمان في كافة القضايا موجود انا والدكتور عصام البطاوي والاستاذ فريد الديب، الا انه القضية الاخيرة التي حكم فيها على اللواء حبيب العدل بالسجن 7 سنوات كان يتولى الدفاع الأستاذ فريد الديب منفردا، واعتذر المكتب أنا والدكتور عصام عن فأنتم معتذرين عن هذه القضية أساسا. إلا أنه بعد صدور الحكم تم الاتصال بي لكتابة النقد في هذه القضية، وبالفعل أتولى كتابة مذكرة الطعن بالنقد في هذه القضية. هو حضرتك ما بتكلموش كمحامي، مش بتكلمه شخصيا ولا ايه؟ حالته الصحيه المتدهوره التي ابلغت بيها متدهوره ازاي؟ يعني هو معلش يا فندم، هو ربنا يشفيه وعنده ايه؟ انا على حسب ما قيل لي حضرتك ونقل من الاشخاص المقربين منه ان هو اصيب بجلطه شديده فور سماع الحكم وذبحه صدريه، والاطباء كانوا ينصحونه إن هو حتى مجرد حركة إيده فيها خطورة على حياته. هو في مستشفى إيه يا متر؟ في مستشفى إيه يا دكتور؟ أنا لا أعلم المكان الذي يتواجد فيه حبيبي العدلي، إذا كان في المستشفى أو في البيت أو في أي مكان آخر. كل حضرتك بتقولي إن عنده جلطة، ما هو اللي عنده جلطة ده لازم يبقى في المستشفى يا فندم، صعب قوي إن هو يبقى في البيت. هذا ما نقل لي إن هو كان مجهز حجرة ليه وكأنها حجرة رعاية مركزة يتم علاجه فيها بإعطاء تقارير طبية وتحاليل وما يحتاجه من محلول وغيره، دوت اللي نقل لي. لكن هل جابوا لحضرتك، هل حضرتك معاك تقرير طبي بحالة المتهم حبيب العدلي؟ قدم تقرير طبي بجلسة اليوم. قدم تقرير طبي في جلسة اليوم أي من قبل المحامي الآخر، من قبل الأستاذ فريد الديب. من قبل الأستاذ فريد الديب. طيب ممكن نسأل الأستاذ
طيب يبقى لازم اكيد معروف ان هو في مستشفى ايه يعني، ما اكيد مش مستشفى اللهو الخفي يعني، اكيد معروفين اسم المستشفى يعني. أنا لا أعلم شيئا عن هذا. وحضرتك مكمل في القضية دي ولا ايه النظام؟ هكتب النقد بتاعه، وبالفعل تقريبا فرغت من كتابة النقد إلا بعض النقاط اليسيرة الأخيرة. شكرا، بشكرك دكتور محمد الجندي، محامي، أحد محامي حبيب العدلي.